ثم نسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك بشارة القديس يوحنا البشير والتلميذ الطاهر. لنصغير قال رب لتلاميذه: بهذا أوصيكم أن يحبوا بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصة، لكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لأجل هذا يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم أيضا. وإنما سيفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لم يعرفوا الذي أرسلني. لو لم آتي وأكلمهم لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فليس لهم حجة في خطيئتهم. من يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها آخر لم تكن لهم خطيئة. أما الآن فقد رأوا أبغضوني أنا وأبي، ولكن ذلك تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزل الذي يرسل إليكم من عند الآب روح الحق الذي من الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تشكوا، فإنهم سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم عبادة لله.